يا حاج؟ نايف يوسف. انت شايفه ان اسعار السمك مأثره على البيع عندك؟ اه طبعا. اه ايه المشكله دلوقتي بالنسبه للسمك؟ المشكله عند التجار الكبيره مش عندنا. اه مش لاقيين النهارده باي فلوس خالص. صبري يا عبد العزيز. الاسعار والسوق ماشي عامل معاك ازاي؟ والله السوق لسه ما نعرفش كله عند ايه، يعني لسه سر ربنا. الاسعار كانت السنه اللي فاتت كان الصندوق ب 60 وب 50 وب 65، فالنهارده الصندوق ب 104. عشان موسمي. ده حاجه موسمي، انما تيجي تبص علشان تنزل سوق الخضار او بتاع، انا كراجل موظف ما اقدرش ان انا اقاوم الضغوط اللي موجوده في البلد. اه ما ده